تسليم يا عمر مش الاخر. انا معاك، حطني مطرح ما انت عايز، انا مسامح، انا بين ايديك يا عمر. ديننا اسمه الاسلام، متاخد من معنى التسليم، نسلم لله. يعني انا مطمئن، اصله مش هيضيعني، اصل انا مسلم وانا واثق فيه. اصل انت لو انت متاكد ان الله بالغ الرحمه بالغ الحكمه بالغ القدره، ما عندكش غير انك تسلم. ما اصل يا اما تسلم يا تخبط دماغك في الشيخ. عمر، التسليم والحج له قصه عجيبه. منسك من المناسك في الحج مرتبط بالتسليم. منسك ايه؟ منسك الذبح، الذبح الخروف. هو ايه الفكره؟ الفكره إن سيدنا إبراهيم كان محروم من الخلفة سنين طويلة، لغاية ما بقى سنه 60 ولا 70. سيدنا إبراهيم أخيراً هيخلف، تخيلوا الفرحة عاملة إزاي؟ طيب، شوف الشعور اللي هيتنامى دلوقتي بفرحة الأب بالولد. فربنا بيقول فبشرناه بغلام حليم، حليم يعني ما شاء الله على الحكمة والشطارة والذكاء. يبقى مش ولد عادي، مش قالب عادي. فلما بلغ معه السعي ما ذبحوش وهو لسه طفل او وهو لسه جنين كان يستحمل، لا ده كبر قدام عينيه. وبلغ معه السعي يعني كانوا اب وابن اصدقاء، فكمان متعلق بيه قوي. قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحه، يعني كمان مش جاله جبريل قال له اذبح ابنك، دي رؤيه في منام. صحيح رؤيه الانبياء حق، بس في الاخر رؤيه في منام. اني اذبحه فانظر ماذا ترى. فيرد الابن المستسلم، هو ليه قال له انظر ماذا ترى؟ يعني لو قال له لا بلاش، لا عايزه ياخد الثواب معاه. ويرد الابن ويقول له يا ابتي افعل ما تؤمر، ستجدوني ان شاء الله من الصالحين. يا سلام على الاسلام. شفت؟ حطه نيمه على وشه فلقى عينه في عينه ما قدرش، فنيمه على ظهره وحط السكينه. بص الايه اللي جايه بتقول ايه؟ فلما اسلم. إذا هما كانوا مسلمين من الأول، هنا تحقق التسليم. إحنا بنذبح في العيد عشان نفتكر إن إحنا مسلمين لله. الناس كلها بتذبح وهي مش فاهمة ليه. شفت الفكرة؟ شفت الحكاية؟ ليه؟